اليوم كاين عقد اجتماع المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للتعليم منضويه تحت اللواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. طبعا نقطه فريده في جدول الاعمال هي الحوار القطاعي اساسا حول النظام الاساسي. النظام الاساسي اللي عرف اشواط ديال المفاوضات وديال الحوار سواء من خلال اللجنه العليا او من خلال اللجنه التقنيه اللي عقدت اكثر من 23 اجتماع. وبالتالي مفروض اليوم نجمعوا الاجهزه ديالنا على جهاز تقريري من اجل انه نوضعوه في صوره مجريات الحوار وكذلك الى اين وصل الحوار وكذلك لاتخاذ القرارات المناسبه سواء قرارات نضاليه او قرارات على مستوى القضايا الاساسيه التي يجب ان يتضمنها النظام الاساسي. طبعا المكتب الوطني سبق لي اجتماع وخرج واحد البلاغ، بالنسبه لنا كنعتبروا بان اي نظام اساسي اللي ما كيستجبش للمطالب الاساسيه ديال النساء ورجال التعليم وما غاديش يكون عنده اثر مادي واجتماعي ومهني على النساء ورجال التعليم كنعتبروا بانه نظام اساسي غير مطلوب ولن يكون فيه الجديد ولن يكون جديدا. بالتالي اكدنا على المطلب ديال الدرجه الممتازه بالنسبه للفئات المقصيه من الدرجه الممتازه، المطلب ديال ادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفه العموميه، المطلب كذلك ديال حل المشاكل ديال بعض الفئات اللي سنوات وهي تنتظر من اجل حل المشاكل ديالها، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، مستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين التربويين وملحق اقتصادو الاداره، الدكاتره كذلك، المبرزين، كل الفئات. ممكن انه نغفل على ذكر بعض الفئات ولكن كل الفئات حاضره بالنسبه لنا في هذا الحوار وهذا التفاوض. ومفروض أن النظام الأساسي ينهي مع كل المشاكل والقضايا التي عمرت طويلا. حنا كنناقشوا نظام أساسي باش أنه نتفرغوا جميعا من بعد إعادة الاعتبار للمدرس وحل المشاكل والقضايا اللي مطروحة في الساحة، نتفرغوا جميعا إلى التركيز على الإصلاح ديال المدرسة العمومية اللي كنعتبروه كذلك مطلب أساسي، إصلاح شامل، إصلاح نسقي اللي يستهدف يعني بناء مدرسة عمومية مجانية لتحقيق شرط ديال الإنصاف لفائدة كافة بنات وأبناء الشعب المغربي. إذا اليوم هذه فرصة ديال النقاش حول كل هذه القضايا. لأول مرة غادي نعقد المجلس الوطني من بعد المؤتمر الوطني العاشر، جوج نقاط أساسية اللي غادي نتناولوا في هذا اللقاء هذا، النقطة الأولى خاصة بالنظام الأساسي والنقطة الثانية خاصة بالدخول المدرسي. النظام الأساسي كيف ما تتعرفوا أن الشغلة التعليمية كلها تتصادر هذا النظام، يخرج هذا النظام الأساسي التطلعات ديالها والطموحات ديالها، وفيها نقاط هذا النظام الاساسي في مجموعه من النقاط الاساسيه اللي هي دابا راها على طاوله الحوار والمفاوضه. بطبيعه الحال هذه الخطوط العريضه اللي جا بها النظام الاساسي ضروري ان يكون فيها نقاش باش نخرجوا بقرار من داخل المجلس الوطني، نقاش اللي هو جدي ونقاش اللي هو مسؤول اللي غادي يساهم في يعني بمقترحات تطوير هذا النظام الاساسي باش يكون في مستوى التطلعات ديال الشغيله التعليميه.